أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة التاسعة من ليبيا الأحرار، ونبدأها بأبرز العناوين. عقيلة صالح والمسمار يتهمان سلامة بالانحياز، والأخير يقول إن هناك شبكات تقاتل من أجل إعادة توزيع عائدات النفط. قوات الكرامة تتسلم مطار سبها والقلعة، وتباين الآراء بين عمداء الجنوب بشأن العمليات العسكرية التي تشهدها مناطقهم. أعيان من مصر يؤكدون للسراج دعمهم للترتيبات الأمنية، ويعلنون رفضهم القاطع لأي إجراءات تؤدي إلى عسكرة الدولة. أهلا بكم. يواجه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يواجه اتهامات عدة من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقوات الكرامة بتجاوز صلاحياته والانحياز إلى طرف من أطراف الأزمة. يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات أدلى بها سلامة لصحيفة الكروة الفرنسية، قال فيها إن حالة الانسداد في ليبيا ترجع إلى وجود شبكات تقاتل من أجل إعادة توزيع عائدات النفط، ولديها مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن. بعد الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي، عبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن استيائهم حول ما سموه التجاوزات التي يرتكبها المبعوث الأممي من خلال تجاوزه لاختصاصاته وصلاحياته ومجانبته الصواب في كثير من قضايا الشأن الليبي على حد تعبيرهم. هذا الهجوم غير المسبوق الذي يتعرض له المبعوث الأممي يفسره البعض بطريقة إدارته للأزمة الليبية، في حين أكد البعض الآخر أن تصريحات سلامة أسيء فهمها وأخرجت من سياقها، خاصة فيما يتعلق بأولويات خطة العمل الأممية، لعل أبرزها الانتخابات التي يطالب بها أغلب الأطراف. وبعد أن أعربت البعثة الأممية عن قلقها من إرسال قيادة الكرامة قوات تابعة لها إلى المنطقة الجنوبية قبل أيام، قال المتحدث باسم قوات الكرامة أحمد المسماري إن غسان سلامة تحول إلى معارض وأصبح جزءا من الأزمة الليبية، وعلى هذا الأساس يعتبرونه خصما حسب قوله. سلامة تحول إلى معارض، أو حول القوة الوطنية الفاعلة على الأرض إلى قوة معارضة وأصبح جزء من الأزمة الليبية. من جهته أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المبعوث الأممي منحاز لحكومة الوفاق، وأنهم يتعرضون لضغوط للتعامل مع هذه الحكومة ومع المجلس الأعلى للدولة، مضيفا أن الأمم المتحدة بدأت تتراجع عن خيار إعادة هيكلة السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين. ورغم عدم صدور رد رسمي من المبعوث الأممي غسان سلامة على هذه الاتهامات، إلا أنه أكد أن حالة الانسداد التي تعرفها ليبيا تفسر وجود شبكات من السياسيين والمصرفيين والجماعات المسلحة تقاتل من أجل إعادة توزيع عائدات النفط، ولديها مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن. سلامة وفي تصريحات لصحيفة لاكغوا الفرنسية قال إن كثيرين يريدون منه القيام بترتيبات بين هذه الشبكات التي لا تريد قيام دولة قانون ومؤسسات، مؤكدا أن ذلك ليس مشروعا، وأن عمله في ليبيا هو مكافحة الجريمة المالية لتحقيق توزيع عادل للموارد العامة. في ليبيا الحرب هي من أجل الموارد التي تغذي الصراع. عدد من الشبكات من السياسيين والجماعات المسلحة وغيرها تسعى لوضع يدها على الموارد النفطية، وبالتالي وضع يدها على القرار السياسي، وإن لم نعالج هذه المسألة لن نحرز تقدما في المسار السياسي. وفي ظل وجود شبكات قوية ماليا وعسكريا تسعى لإفراغ الانتخابات والدستور والمصالحة من مضامينها، أكد المبعوث الأممي لليبيا أنه لا يمكن إجراء هذه الاستحقاقات، وشدد على ضرورة قبول جميع الأطراف مقدما بنتائج المؤتمر الوطني الجامع لتهيئة المسار الانتخابي.
هذا ورحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بدعم فرنسا المستمر لجهود الأمم المتحدة في تسيير العملية السياسية في البلاد. وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، فقد التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سلامة يوم الجمعة في باريس لتبادل الآراء حول الوضع في ليبيا. من جهته أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة في تسيير العملية السياسية في ليبيا. وجاءت تصريحات كونتي خلال لقائه الممثل الأممي لدى ليبيا غسان سلامة الخميس في روما، حيث تباحث الطرفان مستجدات الأوضاع في ليبيا والترتيبات الأمنية والاقتصادية التي جرى البدء في تنفيذها. وأوضحت الحكومة الإيطالية في بيان لها أن اللقاء ناقش أيضا آليات إعداد الملتقى الوطني الجامع الذي تعتزم البعثة الأممية عقده خلال المدة القادمة. هذا وقالت نائبة وزير الخارجية الإيطالية إيمانويل ديري الخميس إن تجاوز المرحلة الانتقالية الطويلة في ليبيا يظل أولوية مطلقة لدى إيطاليا التي تدعم بقوة جهود وخطة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة. ونوهت ديري بالالتزام بوكالة التعاون الدولي الإيطالية في ليبيا الذي سجل وفق الخارجية الإيطالية زيادة كبيرة في عام 2018 بالتركيز على مشاريع التنمية وبناء القدرات وعلى مبادرات المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا وفق ما نقلته وكالة آكل إيطالية. قال السفير الليبي في روما عمر الترهوني، قال إن إيطاليا لا تقف مع سراج أو مع حفتر، بل تحاول مساعدة الشعب الليبي للخروج من حالة الفوضى التي تمر بها البلاد وفق تعبيره. وأوضح ترهوني في تصريح لوكالة ياكي أنه ليس هناك أي قلق في طرابلس من تواصل إيطاليا مع حفتر، منوها أن إيطاليا يجب أن تكون قادرة على التحدث مع جميع الشخصيات التي تلعب دورا في ليبيا. هذا وأكد السفير الليبي أن حكومة الوفاق الوطني ليست لديها مشكلة مع باريس، مشيرا إلى أن السفير الفرنسي يعمل مع حكومة الوفاق في طرابلس. وحول الملتقى الوطني الجامع، أكد الترهوني أهمية تنظيم المؤتمر بشكل أفضل وتحديد المشاركين فيه وجدول أعماله ومكان انعقاده. حول موضوع الاتهامات التي تساق من عدد من الأطراف تجاه المبعوث الأممي غسان سلامة، ينضم معنا عبر الهاتف من روما المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، وعبر الهاتف من درنا الناشط الحقوقي والسياسي راقي المسماري. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد راقي، اتهامات من قبل بعض الأطراف منها عقيلة صالح والمسماري للمبعوث الأممي حول مزاعم بانحيازه لطرف دون آخر، لماذا الآن وفي هذا التوقيت خرجت هذه التصريحات سيد المسماري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحية للمشاهدين من في البداية، هي الأزمة انطلقت عندما ألقى غسان سلامة إحاطة عبر الفيديو كونفرنس من طرابلس إلى نيويورك أثناء اجتماع مجلس الأمن. غسان سلامة تناول وضع الجيش في الجنوب بعبارة جاءت كالتالي، أن الجيش الليبي يتقدم في الجنوب وعلى أفراده احترام القانون وحماية المدنيين. هذا التصريح ربط قبله بساعات أعلن الجيش عن مقتل زعيم من زعماء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهو المسمى أبو طلحة. وبالتالي الجيش ربما انتعر من تداول سلامة القضاء على الإرهابي، بينما كان حديث سلامة عبر الفيديو والإعلان الرسمي عن مقتل الإرهابي ساعات، فربما سلامة لم يبتعد في ذلك. لكنه قال سيد المسماري انه تصريحاته ان تصريحاته سيد السلامة قال حول تصريحاته فيما يحدث في الجنوب على انها فهمت في سياق خاطئ، وبالتالي يقول انه يدعم عملية الحرب على ما وصفه بالارهاب. الذي اقصده ان عندما جاءت انتقادات من الجيش لإحاطة سلامة
وكذلك من طرف رئيس مجلس النواب عاد سلام رقاب إلى أن تصريحاته فسرت بشكل خاطئ، وهذا يعني أن سلام فعلا يعترف بدور كبير للجيش في الجنوب، وبالتالي يعني أن انتقادات سلامة أو عدم اكتراثه بما حدث من حادث في الجنوب ومن سيطرة شاملة للجيش حتى هذا اليوم على كامل محيط مدينة سلام كامل، وبالتالي فأصبحت هناك قوة سياسية ربما لدى الجيش يستطيع بها الرد على سلامة، لأن سلامة قبل ذلك انتقد المجلس الرئاسي وقال إنه ضعيف، وانتقد حكومة الوفاق وقال إنها ضعيفة، وانتقد كافة الأطراف بدون رد منها. هذا يعني رد الجيش على سلامة، لكن هناك رد من قبل مجلس النواب، لكنه كان هناك رد من قبل مجلس النواب، وبالتالي إن كان هذه التصريحات التي قال عنها سلامة أنه فهمت بشكل خاطئ وفي سياق خاطئ، إلا أنه في أحاطته ذكر وتحدث عن الوضع في مدينة درنة عندما قال أن هناك في المدينة ترتكب عمليات سرقة للممتلكات وتهجير وقتل مدنيين ومنع إدخال المساعدات إلى المدينة. هو سلامة شخص الواقع وما يحدث في مدينة درنة، ألا يعد ذلك واقعا؟ سلامة بعيد عن الحقيقة تماما. هناك شيء من جيوب الإرهاب لازال يقاوم في المدينة، متمكن في منطقة لا تتعدى 200 متر مربع، وهذا كل حكم المدينة الآن نسمعونه. أنا أتحمل مسؤولية ما أقول، لا يوجد أي انتهاكات ولا يوجد أي تأثير على الواقع. ربما هناك بعض الأطراف ترغب في ذلك، ولكن هذه الأطراف يعني ليست لديها الأمر التنفيذي لذلك، لذلك يكون عبر القانون وعبر موافقة القوات المسلحة والأمنية، وهذا الأمر لا يحدث. واضح سيد البسماري، سأعود لك من جديد. اسمح لي سأعود لك من جديد. انضم لي الآن سيد الشح. سيد أشرف، سياسيا وحول ردود الفعل على ما جاء في تصريحات سلامة أو إحاطته أمام مجلس الأمن، على أنه ما جعل هذه ردة الفعل هو عدم تبيان الملتقى الوطني الجامع وملامحه، وبالتالي تصريحات عقيلة صالح تصب في سياق التخوف على أنه سلامة قد يقدم طرحا يتجاوز من خلال هذه الأجسام منها مجلس النواب والمجلس على الدولة. ما قراءتك لهذه الردود حول تصريحات سلامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والسادة المشاهدين. كان متوقعا جدا أن تكون هناك ردود فعل عنيفة، خاصة مع اقتراب عقد الملتقى الوطني الجامع الذي أعلن عنه سلامة في خطته والذي أعطى ملامحه خلال الفترة الماضية. كل الأطراف التي ستخسر مقاعدها ومناطق مسؤولها ستحاول جاهدة لعدم عقد هذا الملتقى والبحث عن ذرائع ومبررات. عقيلة صالح يحاول عن طريق عقد جلساته في تبرك لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية تارة، ولتعديل قانون الاستفتاء تارة أخرى، ولإعلانات مختلفة لإرباك الموقف ولكي يرسل رسائل أنه لا داعي لعقد ملتقى جامع لأننا سوف نبدأ في تحريك العجلة السياسية. خليفة حفتر بدأ بعمليته في الجنوب الليبي والتي شعارها مكافحة الإرهاب، ولكنها في الحقيقة هي محاولة للسيطرة على حقلي الشرارة وأمسين النفطيين وحقل الوسائل الغاز كي يتمكن من وضع ورقة إضافية على الطاولة ويقول أنا أقوى وأنا مسيطر على أغلب الموارد الاقتصادية الليبية، لذلك لم تستطيع فعل شيء إلا بالرجوع والتفاوض معي. بالتالي كلام رمح إلى هذه الإحاطات، لأنه هناك من يحاول الاستحواذ على الموارد النفطية لكي يصل إلى السلطة أو لكي يفاوض لكي يصل إلى السلطة. بالتالي كل هذه التحركات الحقيقة كانت متوقعة. الآن المتوقع من غسان سلامة والإعلان بشكل نهائي عن موعد الملتقى الجامع ينبدأ في التركيب النهائي له، لأن هذا الملتقى حسب الزيارات الدولية التي يقوم بها سلامة وحسب تصريحات مختلف الدول الغربية بأن قرارا من مجلس الأمن سوف يصدر بناء على توصيات هذا الملتقى، وهذا ما سيضمن أن يصير إلى الانتخابات. سيد راقي، قول المسماري المتحدث باسم عملية الكرامة أن غسان سلامة تحول إلى معارض وأصبح جزءا من الأزمة الليبية، على ما استند المسماري في حديثه، وإن كنت فهمت كلام المسماري
كيف تحول سلام اليوم إلى جزء من الأزمة؟ هو شوف البداية كلام سلامة فيما يتعلق بدرنا كلام خاطئ تماما، وإذا كانت لدى سلامة تخوفات فالقانون والجيش كأداة تنفيذية للقانون هو من سيحكم دارنا بعد اكتمال كل الجيوب التي تعمل الآن في فرص الإرهاب وهو جيب واحد جيب الهدوية الطجمة. ما قال على سلامة بقية الكلام كلام يقوله الطرف الذي قاتل في المدينة، هذا ما يحدث. أما فيما يتعلق بالسؤال بالطرف الآخر من السؤال أو الجزء الآخر وهو عملية المنطقة الجامع وتقدم الجيش في الجنوب ومحاولة السيطرة على الحقول، أعتقد أن طرح عقلية صالح والطرح الذي يمشي مع رغبة الجيش هو الذهاب للانتخابات، طالما أن لقاء باريس الرباعي كان قد أفضى إلى هذه التفاهمات وهي إقامة الانتخابات. مجلس النواب أبدأ استحقاقه فيما يتعلق بحالة قانون الاستفتاء على الدستور وطلب بالتنفيذ، لكن هذا الاستحقاق ليس متوافقا حوله سيد المسماري. هذا الاستحقاق الذي تتحدث عنه وقدم من قبل مجلس النواب ليس متوافقا عنه، وبالتالي سلامة يقول انه بمعنى يريد هذه الانتخابات اكثر من الليبيين انفسهم، لكنه اشترط اساس وجود قاعده دستوريه التي من المفترض ان الاطراف السياسيه اليوم تتفق عليها. قانون الاستفتاء غير متفق حوله والتعديلات التي اقرها مجلس النواب. طيب وانا الاطراف السياسيه تتفق على عقد المؤتمر الجامع؟ ما هو نفس يعني هو نفس يعني القوة أكثر هي من مسودة باريس من المؤتمر الجامع، لأن الأطراف الأربعة اجتمعوا في باريس واتفقوا على أن تنتهي مرحلة الانتخابات والانتخابات تعجلت وهكذا. يعني المؤتمر الجامع غير معروف الأجندة المكان، غير معروف المواضيع المطروحة، غير معروف ما سيؤدي إليه من تفاهمات. علشان نحن يعني نضمن النتائج على قدر يكون هناك معرفة لما هو مفتوح الجيش الأشق. أما الأخرى فيما يتعلق بالجيش والجنوب، يعني إذا كان ذهب الجيش الجنوب وحرر الجنوب من العصابات الإجرامية ومن التنظيمات الانتصارية في دول الطرب ومن التنظيمات الإرهابية، يعني هل بالضرورة يقصد ذلك أن الجيش يريد السيطرة على الحقول؟ هو تأمين الناس أولى من السيطرة على الحقول، هو ذهب بتأمين الناس وناس الجنوب يرحبون بالجيش. واضح سيد واضح سيد المسمان عظيم جدا ومضر حبيب بلاد، يعني ليس بالضرورة أنه هو ذهب بشكل على واضح. سيد المسماري سأعود لك. سيد الشح، تقييمك لتعامل سلامة مع ملف الأزمة الليبية بتعقيداته، هل اليوم المبعوث الأممي يتعامل بواقعية مع ما يحدث من تطورات في المشهد الليبي، أم إنه منحاز كما وصفه المسماري المتحدث باسم عملية الكرامة؟ والحقيقة تمنيت أن أستمع إلى ذلك ولكن لم أستمع إليك وعمل على ما تفضل به. هو كان يقول إن هذه العملية سيد الشح، بما أنك سألت عما كان يقوله السيد المسماري، كان يتحدث على إنه العملية في الجنوب هي لتطهيرها من العصابات الأجنبية كما وصفها والخارجة عن القانون وغير ذلك، وليست لها أي غايات أخرى إن كانت سياسية وغيرها. هذا ما كان يقوله السيد راقي. يعني عملية التطهير مستمرة. عموما سلامة أعتقد بعد سنة ونصف من مهمته وبعد تشربه لكل تفاصيل الأزمة الليبية وبعد التقائه بكل الأطراف الليبية لغير الليبية، أعتقد أنه وصل إلى قناعة وقالها أكثر من مرة أن الأطراف التي تتحكم اليوم في مختلف المناطق هي أطراف لا تريد التنازل عن هذا عن هذه المكتسبات إلى إرجاع الأمانة لأصحابها مع الشعب الليبي، وتقوم بالتلاعب والمناورة في كل مرحلة لتمديد هذه الأزمة ولتمديد أمل سيطرة الموارد التي هي من حق الشعب الليبي. بالتالي وصل إلى هذه القناعة وبنى خطته على هذا الأساس وقام بتحركه الأخير الذي هيج هذه الأطراف وجعلها كل في نطاق قدرته أن يتحرك ضد هذه الخطة الأممية. فكان المسماري الناطق بالحق
أكثر في أنه لأن سلامة أصبح خصما وأصبح نعم هو خصم من الاستبداد، خصم من يريد أن يتحكم في مقادير الشعب الليبي، خصم من يريد ابتزاز أبناء الشعب الليبي والتحكم في مصيرهم. بالتالي أعتقد أنه اليوم أصبح واضحا لكل أبناء الليبيين أن هؤلاء المزايدين، هؤلاء المتلاعبين لم يعد بإمكانهم الاستمرار في هذا الصراع، ويجب واضح. نكتفي معك بهذا القدر. المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة السيد أشرف الشح، كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من درنا الناشط السياسي والحقوقي السيد راقي المسماري. شكرا لك سيد راقي، كنت معنا عبر الهاتف. أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي تسلم قوات عملية الكرامة أغلب المعسكرات في المدينة، إضافة إلى مطار سبها الدولي والقلعة وفندق الجبل، دون وقوع أي اشتباكات مسلحة بحسب وصفه. وأضاف الخيالي في تصريح لليبيا الأحرار أن مدينة سبها بدأت تشهد تحسنا نسبيا على الصعيد الأمني بعد ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار عمليات الحرابة والخطف بالمدينة خلال الأشهر الماضية. هذا وتباينت آراء عمداء بلديات المنطقة الجنوبية حول العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الكرامة في المنطقة الجنوبية، بين مرحب بها ومتحفظ عليها وأيضا متخوف من نتائجها. العملية التي أطلقت منتصف يناير الحالي تأتي وفق أحمد المسماري بهدف تطهير المنطقة من العناصر الأجنبية والمجموعات الإرهابية بحسب وصفه. نحو 10 أيام مضت على إطلاق قوات الكرامة عملية عسكرية هي الخامسة في الجنوب، ولا تزال ردود الفعل حول دوافعها ونتائجها مستمرة حتى الآن، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. فبعد موقف البعثة الأممية السابق المتخوف من التحشيد العسكري في المنطقة، والتي سرعان ما استدركته ببيان توضيحي أعلنت فيه دعمها لمكافحة الإرهاب دون تحفظ، جاءت مواقف عمداء بلدية الجنوب متباينة منها. عميد بلدية القطرون رأى أن البلدية ليست بحاجة لقوات من الشرق أو الغرب، وأن شباب المنطقة لديهم القدرة على تأمينها إذا ما توفر لهم الدعم، رافضين مجيء أي قوات عسكرية لأهداف سياسية. أما عميدا بلديتي سبها ومرزق فقد أكدا أن الوضع الأمني شهد تحسنا نسبيا بعد تدخل هذه القوات، وأن عددا من العسكريين في المدينتين انضموا إلى هذه القوات تحت إمرة المنطقة العسكرية. عميد بلدية أم الأرانب أشار من جهته إلى أن الوضع الأمني في البلدية ما يزال كما هو عليه، كما أن عمليات الاختطاف ما تزال مستمرة في المنطقة ولا معلومات عن المختطفين. أما عميد بلدية وادي ربونيس فقد جاء رأيه مؤكدا ضرورة بناء مؤسسات عسكرية وفتح الباب أمام أبناء الجنوب للانضمام إلى هذه المؤسسة لتأمين الحدود والحفاظ على استقرار المنطقة. بدوره قال عميد بلدية أباري إن الوضع مستقر أصلا في المدينة، وهي مؤمنة اجتماعيا نافيا التواصل معهم لتأمين المنطقة أو تقديم أي دعم لهم. تعدد العمليات العسكرية في الجنوب بين الحين والآخر يفتح الباب أمام اتهامات واسعة لعملية الكرامة بمحاولة استغلال تدهور الوضع الأمني لحشد الدعم الشعبي واستخدامه في إنهاء كل القوى المناوئة لها، ومن ثم التوسع جغرافيا وسياسيا بعيدا عن الدفع بالخيار السلمي وعقد تفاهمات مع مكوناتها الاجتماعية. إذن للحديث عن تطورات الوضع العسكري أو الأوضاع العسكرية في الجنوب، ينضم معنا عبر الهاتف من سبها الباحث والمختص في قضايا الجنوب سالم أبو خزام، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل العسكري عادل عبد الكافي. رحب بكما سيد عبد الكافي. أبدأ، يبدو أن السيد أبو خزام هو الآن يبدو جاهزا معنا. هو الأول سيد أبو خزام، بصفتك إذن باحث في قضايا الجنوب ولديك اطلاع واسع بالأمر هنالك، استلام أغلب المواقع والمناطق الحيوية في مدينة سبها من قبل قوات عملية الكرامة بدون حدوث أي اشتباكات مع الطرف الآخر، ما تقييمك إذن لهذه الخطوة؟
بسم الله، أنا أحييكم كل المشاهدين الكرام لتلفزيون محطة كل الأحرار. نعم. أقول أن الناس في المنطقة الجنوبية وبالتحديد في سبها قد ضاقت غرعا من الويلات التي سجلت خلال الفترة الماضية، ومنها الاختطاف والنهب والقتل والحرابة وهلم جر إذا أردت أن تعدد تلك المشكلات. وبالتالي هناك ترحيب واسع، إنجاز الترحيب إنجاز التعبير، هناك ترحيب واسع بمثل هذه القوات العسكرية التي وصلت إلى سبها وهي مدججة بالأسلحة متنوعة وتعبر عن قوة عسكرية حقيقية، الأمر الذي ساعدها على بسط الأمن في كافة أطراف سبها وفي سبها بالتحديد. لك أن تتصور سيدتي، لك أن تتصوري سيدتي أن هذه القوات مرحب بها وبشكل طوعي من خلال التشكيلات المسلحة ومن خلال الجنود في مختلف الأطراف في مطار سبها اليوم، يعني يعتبر أهم النقاط وأهم التمركزات الأمنية. نعم. في مدينة سبها قد تم السيطرة عليه الطوعية، وفندق الجبل ناهيكم. نعم، تفضل بقاء معي سيد بخزام. نعم، سأنتقل لسيد عبد الكافي، هو الآن جاهز معنا. سيد عادل، أولا إذا قوات الكرامة تتسلم مناطق عسكرية داخل مدينة سبها تحديدا، أبرزها مثلا مطار سبها، دون حدوث أي عمليات مسلحة أو اشتباكات بينها وبين الطرف الآخر، ما تفسيرك لهذا التطور؟ نعم، تحية طيبة لك سيدتي وكذلك لضيفك ومشاهدينكم الكرام. هذا يشير أن قائد عملية الكرامة يسعى إلى محاولة أن يسيطر على مطار سبها حتى يفتح جسر جوي بين المنطقة الشرقية ومدينة سبها لجلب الدعم لقواته المتواجدة في سبها، أيضا استلامه لبعض المقرات أو السيطرة على بعض المقرات في مدينة سبها. أيضا هذا يأتي رسالة واضحة لفائز السراج أنه بدأ يسلب صلاحيات فائز السراج في تسمية آمر منطقة جنوبية. هنا أيضا رسالة أخرى، وهي أنه يسعى إلى محاولة أيضا من خلال تواجده العسكري في المنطقة الجنوبية أن يبسط سيطرته على الموانئ الحقول النفطية حقلي الشرار والفيل، وهي تعتبر أهداف رئيسية لأنها تعتبر من ضمن أوراق الضغط، وكذلك التواجد العسكري واستمالة بعض القبائل. طيب في سيد عبد الكافي، سلاسه تسلم مواقع عسكريه في سبها، فيما سبق قوات الكرامه قد ربما اعلنت عن 4 عمليات عسكريه لكن لم تتكلل كل هذه بالنجاح، هذه العمليه الان بدات ملامحها واضحه في عمليه تسلم مواقع حيويه، كيف تقيم هذا الدخول وهذا التسلم ايضا المفاجئ؟ نعم، هذا الدخول أنه عمل على في الفترة الماضية قائد عملية الكرامة في استمالة بعض الشخصيات في المنطقة الجنوبية، سواء كان بالأموال سواء كان بالدعم الإقليمي والدولي. جلست هذه الشخصيات مع شخصيات من خارج ليبيا وتم الاتفاق على محاولة تقديم الدعم الكافي لقائد عملية الكرامة بأن يصل إلى الجنوب، في ظل مثل ما أشرتي أنه في السابق أعلن عن 4 عمليات ولم يستطيع أن يتقدم أو يسيطر حتى بعد إرسال قواته واستمالة بعض العناصر القتالية أو القوات القتالية في المنطقة الجنوبية. عموما قائد عملية الكرامة، أنا أشرت في بداية حديثي، لديه نعم. عدة أهداف: سلب صلاحيات فايز سراج في عدم بأن لا يسمي آمر نعم. المنطقة الجنوبية، هنا قطع الطريق على هذه الخطوة. أيضا الحقول النفطية المتواجدة حقلي الشرار والفيل، هذه ورقة مساومة وضغط. طيب، أيضا من الممكن أن يطلعنا أكثر سيد بخزام عن
طبيعة هذا التسلم وكيف جرى تحديدا سيد بوخزام؟ إذا نتحدث هنا عن كيف تمكنت قوات عملية الكرامة من تجاوز الخلافات القبلية بين مكونات مدينة سبا على وجه الخصوص، من استلام أغلب مقرات المدينة بدون حدوث أي مشاكل، وكيف إذا على قوات الكرامة أن تقوم بذلك في باقي المدن الجنوبية؟ طبعا أنا تحدثت في السابق في أكثر من مرة وقد قلت أن سبها يعني مستعدة إلى مثل هذه العملية. دخلت عملية الكرامة إلى منطقة سبها وكان هناك يعني استلام سهل وسلس ويعني سهل للغاية، بمعنى يعني استلام الجنود في مواقعهم وإخلاء كافة المواقع الأمنية والسيطرة عليها بالكامل من جانب قوات عملية الكرامة. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الناس ترحب بالقوات المسلحة العربية الليبية وأن الشعب في المنطقة الجنوبية يرحب بعملية الكرامة ويعتبر نفسه بمثابة الحاضنة الاجتماعية إلى عملية الكرامة. وأيضا هذه نقطة تسجل إلى السيد فايز السراج، إنه لم يتوجه في قتال حقيقي مع عملية الكرامة، وكان يفضل يعني الانسحاب الطوعي او يعني اخلاء المواقع لحساب عملية الكرامة. واعتقد ان مدينة سبها بالكامل اليوم كانت هي تحت السيطرة، اللهم الا بعض الفقرات البسيطة التي يعني يجوز لنا ان نتجاوزها في خضم هذه المسألة بشكل عام ويمكن معالجتها. يعني أنت ترى بأن التوجه العام، نعم التوجه العام داخل المنطقة الجنوبية يتجه إلى صف قوات الكرامة بتسليم جميع المقرات العسكرية لها دون مواجهة عسكرية بينهم وبين هذه القوات، وأن الكثيرين يريدون ويرغبون في تواجد القوات العسكرية الموالية لحفتر داخل المنطقة الجنوبية. بالتأكيد هذا صحيح. مسألة عملية الكرامة هي مرحب بها بالكامل، مرحب بها في المنطقة الجنوبية، مرحب بها على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد العسكري، وكافة قادة الميليشيات قد تركوا مواقعهم طواعية وسلموها تسليما، وباتت اليوم السيطرة بالكامل لقوات الكرامة. وأيضا يعني ستتجه في القريب العاجل خلال الأيام القليلة القادمة إلى المناطق الأخرى المحادية إلى سبها، إن في مرزق أو في أباري، نعم، من بوابة المثلث حتى تصل إلى مناطق يعني إنجاز التعبير المناطق النفطية في أباري، ويمكن أنها يعني ستكون مواجهة سهلة وبسيطة. سيد عبد الكافي، إذا هنالك تحدي مهم متمثل في ضبط الحدود الجنوبية الشاسعة، ما قدرة عملية الكرامة إذا بكل قواتها وعتادها في الجنوب الآن، ما قدرتها على ضبط الأمن أولا وحماية الحدود ثانيا؟ بداية سأقول كلمة بمنتهى الوضوح كعسكري، أن لا يوجد قوات لفايز السراج في سبها ولا في المنطقة الجنوبية، تصحيحا لما ذكره ضيفك. هذه نقطة. حتى القوات المتواجدة والتي طلبت دعم من فايز السراج لم يقدم لها هذا الدعم. ربما هذا سؤال يسأل، يعني لماذا لا توجد قوات للسراج في المنطقة الجنوبية باعتباره رئيس المجلس الدولة أو عفوا رئيس المجلس الرئاسي المتمثل في هرم الدولة؟ طبعا هو متمثل كونه لديه صفة القائد الأعلى، ولكن ما قام به خليفة حفتر هنا نزع صفة القائد الأعلى عن فايز السراج، وهنا قطع أيضا الطريق على فايز السراج بأن يسمي آمر منطقة جنوبية مثلما سمى في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى. هنا رسالة واضحة بأنه نزع صفة القائد الأعلى عن فايز السراج. هذه حقيقة أراها يعني ضربة قوية لفايز السراج. طيب لكن هل قوة الكرامة لديها القدرة على ضبط الحدود؟
أقول من جلب عصابات العدل والمساواة أو جيش تحرير السودان والقيادة العامة، أيضا من جلب القوات التشادية التي يقودها ابن إدريس دبي إلى الأراضي الليبية وقاتلت في صفوف قوات الكرامة، هو خليفة حفتر من خلال اتفاقه مع بعض رموز النظام السابق وأيضا مع بعض القيادات العسكرية المتمثلة في قائد العام لجيش تحرير السودان، جلبهم إلى الأراضي الليبية، تمركزوا في واو الناموس، أيضا في زلة، في الحقول النفطية، قاتل بهم. لذلك هذه المجموعات هو لا يخشى منها، على العكس هي استغلها شماعة بعد أن قطع عليها الدعم المادي والإمدادات التي كان يعطيها لها، فأصبحت تتناحر هذه المجموعات التشادية والسودانية على الأراضي الليبية. هو استغل هذا الحدث حتى يعني يتجه إلى الجنوب ويستغلك شماعة، ولكن خليفة حفتر لديه أهداف أخرى بعيدا عن المجموعات المتزقة. كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي والعسكري عادل عبد الكافي، كما كان معنا عبر الهاتف من سبها الباحث والمختص في قضايا الجنوب سالم خزام، شكرا لكما. قال المتحدث الرسمي لمجلس النواب إن النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد حومة أصدر تعليماته بتخصيص 83 مليون دينار لحل مشاكل السيولة في الجنوب. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع محافظ مصر في ليبيا المركزي بالبيضاء على الحبري، ومن المتوقع أن تصل إلى مناطق الجنوب الاثنين القادم. أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج حرص حكومة الوفاق على حل المختنقات التي تواجه البلديات في مختلف المناطق. جاء ذلك خلال لقاء سراج مع وفد من أعيان وحكماء وقيادات مدينة مصرات الأربعاء بطرابلس، بحث فيه المجتمعون تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد. من جهته شدد وفد مصرات على أهمية التزام كافة الأطراف بالترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى لضمان استتباب الأمن وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، مطالبين حكومة الوفاق بالكشف عن هوية معرقلي الترتيبات الأمنية ومحاسبتهم لضمان تحقيق الاستقرار في المنطقة. هذا وقال أعيان مصراتة إنهم يدعمون الترتيبات الأمنية وتذليل الصعوبات التي تعترضها وحل التشكيلة المسلحة المعرقلة لإقامة الدولة المدنية وفق قولهم. وأكد بيان أعيان مصراتة أهمية دعم المؤسسات الأمنية وتوفير اللازم لها وإغلاق السجون الخارجة عن سلطة الدولة، مشددين على رفضهم القاطع لأي ترتيبات تؤدي إلى عسكرة الدولة تحت أي ظرف وفق قولهم. كما نقل البيان مطالبة أهل مصرات بتوفير التغطية المالية للمنطقة العسكرية الوسطى، معبرين عن عدم تحملهم مسؤولية ردود الفعل جراء تأخير تنفيذ هذه المطالب وفق البيان. إلى خبر آخر، قال عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عبد الحميد الشندولي إن بنود الاتفاق الموقع بين أعيان طرابلس وترهون المتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب الطرفين طبق بالكامل. وأوضح الشندولي في تصريح خاص لقناة ليبيا الأحرار أن ملف الأسرى والجثامين سيستكمل ما تبقى منه الأيام القادمة، منوها إلى أن ملف عودة المهاجرين سيأخذ بعض الوقت نظرا لارتباطه بدماء وثارات قبلية. أشار الشندولي إلى أن الملفات أوكلت للجان التنفيذية التي تقدم تقاريرها لرئاسة المجلس الاجتماعي، مؤكدا أن المجلس سيتدخل حال تعثر عمل هذه اللجان وفق قوله. أخبار التاسعة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل مشاهدينا. ليبيا تودع أحد مبدعيها الموسيقار عبد الجليل خالد عن عمر ناهز 57 عاما. لا يوجد شيء نستحي منه. أنا قلت لك أنا من الإخوان المسلمين ورئيس فرع حزب العدالة والبناء طرابلس، وأفتخر أني أنا من الإخوان المسلمين. كيف استقوى حزب العدالة والبناء بانضمام
جماعة الإخوان المسلمين إليه في ليبيا. لكن هناك حقيقة في تاريخ ليبيا خلال الأربع عقود الماضية قمم ليسوا من الإخوان المسلمين. نحن نقول وهذا مشهور عنا أن كم فينا ليس منا وكم منا ليس فينا. في الحلقة القادمة من أرشيف وتاريخ تشاهدون الجزء الأول من لقاء مع عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق عبد الرزاق العرادي. أرشيف وتاريخ يأتيكم في الأوقات التالية. عقيلة صالح والمسمار يتهمان سلامة بالانحياز، والآخر يقول إن هناك شبكات تقاتل من أجل إعادة توزيع عائدة النفط. قوة الكرامة تتسلم مطار سبها والقلعة، وتباين الآراء بين عمداء الجنوب بشأن العملية العسكرية التي تشهدها مناطقهم. أعيان من مصر يؤكدون للسراج دعمهم للترتيبات الأمنية ويعلنون رفضهم القاطع لأي إجراءات تؤدي إلى عسكرة الدولة. أهلا بكم من جديد. أكد معتمد بلدة ذهيبة راشد الحداد عودة حركة السير في الاتجاهين بمعبر ذهيبة ووازن الحدوديين، وذلك بعد تعطلهما لفترة لم تتجاوز النصف ساعة جراء احتراق سيارة أحد المسافرين الليبيين. وأوضح الحداد أن أسباب الحادثة تعود إلى التماس كهربائي في السيارة، مؤكدا عدم وقوع أي أضرار بشرية. أفادت مصادر خاصة لليبيا الأحرار بأن الجهات العسكرية بالمنطقة الشرقية قد أعادت تفعيل قرار الموافقة الأمنية للمسافرين الليبيين والليبيات من عمر 18 عاما إلى 45 عاما عبر المطارات الخاضعة لسيطرة قوات الكرامة. وكانت الحكومة المؤقتة قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء قرار الحاكم العسكري بشأن الموافقة الأمنية في المنافذ الخاضعة لسلطتها الممتدة من درنة شرقا إلى بن جواد غربا في 17 من سبتمبر من العام الماضي. استقبل مطار سرت المدني أول طائرة هليكوبتر قادمة من مطار معتيقة بطرابلس بعد توقف دام نحو 4 سنوات بسبب الأضرار التي لحقت به منذ الحرب على تنظيم الدولة عام 2015. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير المطار صلاح بوجازية بأن أجزاء من المطار شهدت صيانة تضمنت توصيل الكوابل الكهربائية والهاتفية وتنظيف المدرج الرئيسي وصيانته، مشيرا إلى أنهم يعملون خلال الفترة القادمة على فتح المطار بشكل رسمي. بحث رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال مع إدارة التخطيط بوزارة المواصلات آلية توزيع مخصصات مشروعات المنطقة الجنوبية في قطاع المواصلات للمشاريع ذات الأهمية والأولوية. وتناول المجتمعون عددا من المشاريع التي يمكن أن تسهم في فتح المطارات واستئناف الحركة الجوية بمطار سبها الدولي، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي في رفع المعاناة عن أهالي الجنوب. أجل المجلس العدلي اللبناني النظر في قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه إلى 15 من مارس القادم حتى انتهاء أعمال المحقق العدلي في القضية. نعم، ويقوم المحقق العدلي اللبناني حاليا بحسب وكالة الأنباء اللبنانية بإجراءات تبليغ لعدد من المدعي العام أو المدعي عليهم الجدد داخل ليبيا وخارجها. وكان المحقق العدلي قد أصدر عددا من مذكرات التوقيف الغيابية بحق عدد من رموز النظام السابق من أبرزهم موسى كوسا وعبد السلام جلودة. أنشأت مصلحة الأحوال المدنية مجلة دورية نصف سنوية تحت اسم مجلة الأحوال المدنية، تختص بنشر البحوث والدراسات القانونية والأحكام القضائية والاستشارات. وتتكون هيئة التحرير من رئيس وسبعة أعضاء من المصلحة،
ويحدد الرئيس قيمة مبيعات أعداد المجلة وقيمة اشتراكات النشر، ويعقد اتفاقيات تعاون مشتركة مع رؤساء مصالح الأحوال المدنية في الدول الأخرى، ويجري التنسيق بين رئيس مصلحة الأحوال المدنية ومطبعة وزارة الداخلية أو مطبعة وزارة العدل أو أي مطبعة محلية، أو يخصص مبلغا ماليا من ميزانية المصلحة لطباعة أعداد المجلة بشكل دوري. أكد السفير الليبي في الأردن محمد البرغثي ضرورة بقاء فريق العمل الخاص بملف علاج مرضى الأورام في حالة انعقاد دائم بما في ذلك يومي الجمعة والسبت إلى حين إنهاء إجراءات ملف مرضى الأورام وتسديد مستحقات المستشفيات. نعم، ونقلت السفارة الليبية في الأردن عن البرغثي قوله إن هذا الإجراء يأتي لتمكين المرضى من استكمال علاجهم بالكامل في المستشفيات الأردنية. جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر سفارة الليبية في الأردن يوم الخميس لمناقشة ملف علاج مرضى الأورام وإتمام إجراءات ضمه رسميا إلى الملحقية الصحية بالسفارة. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الخميس ضرورة دعم الإصلاحات الاقتصادية واستمرارها، قائلا إن الوضع سيزداد تحسنا لو استجابت المؤسسات المعنية بسرعة لمقترحات المجلس الأعلى للدولة. وأشار المشري خلال لقاء جمعه مع سفير مملكة السويد لدى ليبيا فريدريك فلورن أشار إلى حرص المجلس على إنجاح الملتقى الجامع وضرورة التزام الأطراف بما سيصلون إليه من نتائج وفق تعبيره. أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وقف تزويد الشركة الليبية النرويجية للأسمدة ليفكو بالغاز الطبيعي إلى حين تسوية ديون غير المسددة. وأوضحت المؤسسة أن قيمة الديون بلغت 210 ملايين دينار و15 مليون يورو لمستحقة لشركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وأكثر من 80 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط. وأشارت المؤسسة إلى أن المفاوضات مع الشريك تعثرت نتيجة رفضه تحمل مسؤولياته المالية تجاه شركة ليفكو، مضيفة أنها تدرس مجموعة من الخيارات لإيجاد حل لهذه المشكلة بحيث تضمن استمرار الشركة وإعادتها للعمل بأقرب وقت ممكن. قالت مصادر قضائية إيطالية إنه حكم بالسجن على مسؤولين من شركة بوناتي للمنتجات النفطية التي كان يعمل فيها الفنيون الإيطاليون الأربعة الذين اختطفوا في ليبيا في شهر يوليو 2015. وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية أكي أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة سنة وعشرة أشهر مع وقف التنفيذ بحق كل من رئيس بوناتي وعضوين من مجلس إدارة الشركة والمسؤول عن فرع بوناتي في ليبيا. أشارت وكالة الأنباء الإيطالية لأن الجميع يواجهون تهم التعاون بجريمة متعمدة ذهب ضحيتها اثنان من الفنيين المختطفين في مارس 2016، مضيفة أنه تم فرض غرامة مالية على شركة بوناتي تقدر ب 150 ألف يورو. ناقش مجلس التعريفة الجمركية وضع تعريفة جمركية جديدة للسلع المستوردة بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي قررها المجلس الرئاسي وتراعي الظروف التي تمر بها ليبيا مع ضرورة حماية المنتج المحلي ومراعاة الاتفاقيات الدولية. جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة الخميس ووكيل وزارة المالية والمدير العام لمصلحة الجمارك ومندوبين عن الهيئة العامة للزراعة وبعض المختصين. وكان مجلس التعريفة الجمركية قد شكل بقرار المجلس الرئاسي رقم 1546 لسنة 2017.
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط تأكيده إغلاق ميناءي السدرة والبريغ النفطيين نتيجة سوء الأحوال الجوية. أشار المصدر ذاته إلى أن إنتاج النفط الخام لم يتأثر نتيجة الإغلاق، موضحا أن بقية الموانئ النفطية مفتوحة وفق قوله. تخرجت الخميس في كلية الفنون والإعلام بجامعة مصراتة أول دفعة من قسم التصميم الداخلي الذي استحدث عام 2014 بجامعة مصراتة. وتضمنت مشاريع التخرج تصميم أروقة كلية الفنون والإعلام بالجامعة وتصميما آخر يجسد مركز الفنون التشكيلية وهواة الرسم بالمدينة. هذا القسم عانى كثيرا من نقص أعضائه التدريس، إلا أنه اليوم تزدهر براعمه في سوق العمل إن شاء الله باثنين مشاريع تخرج مميزات. أحد المشاريع كان تصميم أروقة كلية الفنون والإعلام من معامل الرسم والمكتبة والجانب التعليمي. المشروع المناظر له كان تصميم مركز للفنون التشكيلية بمدينة مصراتة يهتم بهواة الرسم وهواة الفن التشكيلي. نظمت مدرسة المنشية المشتركة للبنات بمحلة المنشية ببلدية سبها اليومين الماضيين مسابقة للطالبات المبدعات لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي. المسابقة تضمنت استعراض مهارات الطالبات المشاركات في مجال الحاسوب وربط الشبكات إلى جانب التجارب العملية في مجال الكيمياء والفيزياء وعلم التشريح. وتأتي المسابقة وفق منظميها في إطار سعي مكتب النشاط المدرسي لإحياء روح المنافسة العلمية وتطوير الأساليب المتبعة في المناهج الدراسية. وجدنا أن مجموعة كبيرة من الطالبات عندهم القدرة الكبيرة في المعلومات، يعني كمية من المعلومات، بحيث أن المدرسين هم في الأغلب الأشياء هذه في تخصصاتهم. جتني فكرة الشبكات ناخذ فيها يعني في المنهج، فناخذ فيه النظري، فطبقت من جزء ناخذ فيه نظري بحث في الإنترنت وبمساعدة ولي أمري يعني طبقتهن عملي. فيعني ربطت أجهزة يعني ربطت شبكات، وبرنامج محاكاة الشبكات اللي هو سيسكو نتوركينج باكيت تريسر اللي هو محاكاة الشبكات، يعني بدل من تاخذ أجهزة حواسيب وتكون بيهن فتقدر تكون بيه هو. توفي أمس الخميس بالجبل الأخضر الفنان عبد الجليل خالد عن عمر نهز 75 عاما، قدم فيها الكثير من الألحان والأعمال الغنائية لأكثر من 5 عقود. نعم نبيل، ويعد الراحل أحد أهم الفنانين والملحنين الليبيين الذين أضافوا للموسيقى من خلال ألحانه التي غنى بها مطربون ليبيون وعرب، كما شهر في مجال الصحافة وقدم برامج إذاعية وتلفزيونية تراثية عدة، وكذلك ألف في مجالي الصحافة والموسيقى كتبا عدة. إذن رحم الله الفنان عبد الجليل خالد وأسكنه فسيح جناته. اللهم آمين. غالية، إذن مشاهدينا نصل إياكم ومشاهدينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عقيل صالح والمسماري يتهمان سلامة بالانحياز، والأخير يقول إن هناك شبكات تقاتل من أجل إعادة توزيع عائدات النفط. قوة الكرامة تتسلم مطار سبها والقلعة، وتباين الأراء بين عمداء الجنوب بشأن العملية العسكرية التي تشهدها مناطق
أعيان من مصرات يؤكدون للسراج دعمهم للترتيبات الأمنية ويعلنون رفضهم القاطع لأي إجراءات تؤدي إلى عسكرة الدولة. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا زوروا مواقعنا على الإنترنت libelahra.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكر لكم طيبة وكرم المتابعة، هذه تحية من لكم، دمتم بالخير مشاهدينا.